إذن الدرس الأول في يونيت 6 اللي هي على how we keep healthy هي كيفاش نبقاو بصحة جيدة، لأن health هي الصحة. وإلا كانت شي حاجة اللي هي healthy يعني راها صحية، شي حاجة اللي هي صحية. How we keep healthy هي كيفاش نبقاو بصحة جيدة. إذن it's a conversation. Its title is what's the problem. What's the problem اللي هو ما هو المشكل. So we have a first part and a second part of the conversation. The first part is a conversation between Carla and Steve. ها هما ها كارلا و ستيف. So Carla says, so how are things going, Steve? How are things going, Steve? إذن هذا سؤال تنسولوه لشي واحد اللي هو حنا تنشوفوه بأنه مريض عيان. How are things going, Steve? ستيف قال لها well, to be honest, باش نكون صريح, to be honest, Carla, I feel sick today. I feel sick today. أنا هذا النهار تنحس براسي عيان. Sick هو كاينه sick وكاينه ill. Sick وكاينه ill. Sick تتعني مريض، ولكن ill تتعني مريض كثر. يعني ملي تنقولوا شي واحد اللي هو ill، he is ill ولا she is ill، يعني انه مريض بزاف، يعني خصو يمشي للطبيب ولا تكون عنده مثلا شي مرض لا قدر الله يكون صعيب. ولكن sick يعني مريض عادي، شي مرض اللي هو دايز. I feel worse than yesterday. I feel worse than yesterday. الا كنتو عقلتو على الكومباراتيف، ملي درنا الكومباراتيفز ملي كاين فيها اللي هما ريغولار، يعني regular adjectives، وكاين irregular adjectives. من بين irregular adjectives راه كانوا عندنا good و bad. good و bad فين هاد good و bad اللي هما adjectives، ملي خرجنا منهم comparative يعني المقارنة، ملي قارنا منهم. مهم هاد الدرس هذا راه كاين هنا عندي في لاشين، اللي بغى يمشي يشوفوه يمشي يشوفوه، انا ندير لكم الرابط. هاد من good قلنا better than أحسن من، و bad قلنا worse than صافي أسوأ من. هي هادي I feel worse than yesterday، أنا تحس براسي أسوأ من البارح. And I'm really worried. باش تكون worried هو أنك تتكون مقلق. كارلا قلت ليه well what seems to be the problem. what seems to be the problem شنو تيبان لك، شنو هو المشكل اللي تيبان لك عندك. قال ستيف I think I have the flu. flu زكام. you don't have an aspirin do you. you don't have an aspirin do you. حنا بطبيعة الحال حنا موالفين بأن ملي تكون فيك الزكام ولا if you have a headache ملي تكون راسك تيضرك تشفي تشرب الاسبرين عادي. قالت لي كارلا no I don't have an aspirin but forget about that medicine. نسى الأمر ديال هاد الدواء هذا، لأنه بحال بغات تقول ليه يعني ماشي غير تجي وتشرب دواء صافي. ستيف قال لها well is it okay if I take something else. is it okay if I take something else واش ماشي مشكل إلا خديت شي حاجة وحدة أخرى. هنا بحال بنادم هو تيبغي يلقى لراسو الحل، حنا تنديروها بزاف وهي راه خاطئه. كارلا ناو ليسن يو شود سي دكتور سميث. قالت لي خاصك تمشي عند دكتور، هي تعرف شي دكتور سميتو سميث. اذا هما مشاو عند دكتور at the doctor's office. office راه هو المكتب، غير هي اوفيس كاين فيها جوج ديال المكتب فيها جوج الانواع، كاين ديسك وكاين اوفيس. في ديسك راه هو داك المكتب، يعني المكتب اللي حنايا مثلا تدخل القسم تتلقى الاستاذ تيجلس على مكتب، هذاك راه سميتو ديسك. في اوفيس هو بنايه، هو بيت كبير، نقولوا حنايا غرفه كبيره فيها مكتب ديال واحد الشخص، مثلا مكتب السيد الوزير ولا مكتب ديال الباشا ولا هذا الى اخره صافي.
إذا هذا هو الفرق اللي كاين بيناتهم هنايا. They are at the doctor's office بطبيعة الحال. دكتور سميث قال ليه What's the matter, Steve? What's the matter, Steve? تيسولوا على حتى هذه الطريقة اللي تنسولوا بها لواحد الإنسان اللي تيبان لينا حنا عيان، تنقول له What's the matter؟ وماتر راه هو تقريبا problem. What's the problem, Steve? As you see, doctor, I have a stuffy nose and fever. Fever هي لا فيفر، يعني لا تمبيراتور اللي ملي تتكون مرتفعة، يعني السخانة. والستافي نوز هي ملي تكون نيفك مسدود. دكتور سميث don't worry، لا تقلق. It's just a bad cold. It's just a bad cold، يعني بحال راه غير ضربك البرد. فين سيف can I go to work I'm so busy these days. Can I go to work، واش يمكن لي نمشي للعمل؟ I'm so busy these days، راني مشغول بزاف هاد الايام. دكتور سميث قال ليه not yet. هاد not yet راه كلشي تيعرفها ملي تقول مثلا، تيقول لك الاستاذ have you finished، يعني مثلا كنتو تديروا شي تمرين تقول have you finished، تقول ليه not yet، الا كنتي مازال ليس بعد. not yet Steve you'd better stay off your feet for a day or so، من الاحسن انك تبقى يعني متكي ناعس. off your feet يعني ما توقفش، الى لقيتي ما توقفش بزاف. for a day or so، ليوم او اكثر. well دكتور سميث don't forget، لا تنسى to take this medicine اللي هو دواء three times a day after eating. three times a day هذه راه كنا درناها ملي كنا درنا how often do you do something، شحال مرة تدير واحد الحاجة؟ تيمكن لها تكون مثلا 3 times، مرة واحدة once، جوج مرات twice، ثلاثة 3 times a ولا per، وتنديرو المدة مثلا 3 times a day، ثلاثة د المرات في النهار في اليوم. after eating بطبيعة الحال الدواء دائما تتشوف واش تشربو قبل ولا من بعد الأكل، هذا راه after eating من بعد الماكلة. but it's a bit bitter هي واحد الحاجه اللي هي مره، وفي الغالب هادو يعني الادويه تيكونوا bitter. may I mix it with sugar، may I واش يمكن ليا mix it نخلطو with sugar مع السكر. oh come on تتعني no، يعني ماشي بالضروره. come on you just take it as it is، قال ليه شربو كيما هو. see you in a week من بعد سيمانه نرجع عندي. okay sir thanks. So the comprehension check. So we will listen and answer this. We'll answer this question. So what's the matter with Steve? What's the matter with Steve? شنو قلنا هذه؟ هذه راه ملي تنكونوا تنسولوا على شي واحد، يعني شنو واقع عليه؟ What is happening with him? What happens to him? إذا شنو قلنا؟ Steve is sick. قلنا he is sick. He has the flu. The flu. صافي. ولا he has a stuffy nose، ها هو قال لي have a stuffy nose and fever. مزيان. ثانية what does Carla advise him to do؟ what does Carla advise، هاي to advise somebody هو أنك تعطيه واحد نصيحة. to advise somebody غير هو، شوفوا معايا مزيان، had to advise راه تكون بأس، ولكن لو نو راه بسي. صافي هذا راه لو نو، هذا ناون، وهذا الفيرب، فيرب اس ولا لو نو بسي. سو وات داز كارلا ادفايز هيم تو دو، شنو هي النصيحه اللي عطاته؟ اذا بطبيعه الحال هي قالت لي لسن يو شود سي دكتور سميث، قالت لي يو شود سي دكتور سميث، اذا هذه هي النصيحه اللي عطاته. ثالثا كان سيف جو تو ورك، كان سيف جو تو ورك، واش يمكن له هو يمشي يخدم؟ اذا شنو قال ليه هو الدكتور ملي قال ليه كان اي جو تو ورك؟ قال ليه نوت يت سيف، يو بيتر ستاي اوف يور فيت فور ا داي اور سو. سو نو هي كانت ما يمكنلوش يمشي يخدم لانه مازال عيان. وات داز دكتور سميث جيف هيم، وات داز دكتور سميث give him، شنو عطاه؟ to give هي تعطي. what does Dr. Smith give him؟ he gave him what؟ a medicine. وقال له you should take it three times a day after eating.
إذن نشوفو واز ذا ماتر، نشوفو اسكين اباوت هيلث. قلنا ملي شي واحد تنبغيو حنا نسولوه على الصحة ديالو كيفاش هو، يمكن لك تقول لي هاو ار ثينز جوين. هي هذه اللي عطى اللي قالت ليه كارلا، قالت لي هاو ار ثينز جوين ستيف. اذا هذه بامكاننا نقولوها. وملي مشى عند دكتور سميث شنو كان سولو؟ قال ليه واتس ذا ماتر ستيف. اذا يمكننا نقولوا هنايا واتس ذا ماتر، واتس ذا ماتر، ولا نقولوا واتس ذا بروبلم، ولا هاو دو يو فيل. يعني هادو كاملين طرق باش يمكننا نسولو شي واحد على الصحه ديالو. صافي، هاو ار ثينز جوين، هاو ار ثينز جوين، واتس ذا ماتر، واتس ذا بروبلم، ولا هاو دو يو فيل. هادو كاملين صحاح. بالنسبه للاسكين فور ادفايس، تو اسك فور هي طلب، طلب من شي واحد انه يعطيك واحد النصيحه. given advice هو انك تعطي نصيحه. هنا راني نعطيكم الان سميتو some expressions that we use to ask for advice and to give advice. كيفاش يمكن لك تطلب من شي واحد انه يعطيك نصيحه ولا انك تعطيه نصيحه؟ انا نعطيها لكم في الاخر ديال الفيديو. هنايا respond to or ask questions to complete this dialogue. عندنا واحد ديالوغ صغير حنا غادي نكملوه. مثلا you and Susan you say you look pale. هذه pale قولوا عليها هي بحال اللون ديالك اصفر، شي واحد اللي اللون ديالو اصفر، يعني شي واحد اللي تيكون عيان تيكون تيبان pale. he looks pale. اذا بما انه somebody looks pale، اذا خصنا نسولوه على الصحه ديالو. اذا شنو نقولوا ليه؟ يا اما نقولوا ليه how are things going ولا how do you feel، ولا نسولوه نقول ليه what's the matter what's the problem. قال لها oh I don't feel well، ما حسش براسي مزيان. I have a stomachache. هاد ايك هادي تتعني اون مالادي، صافي sickness. ستوميك ايك يعني ان تضرني هاد ستوميك، هادي اللي هي المعدة او اللي هي البطن ديالي يؤلمني. ايك راه فين ما تشوف ايك في الاخر عرف راه مرض متعلق بهاد اللي قبل منه. ستوميك ايك ولا هادايك، صافي، ولا هادايك ولا توث ايك، هادو كاملين يعني ان هاد البلاصة هادي راه تضرني. تيل مي مثلا كان اي بويل سام هيربس with water and drink it. واش يمكن ليا غير ندير مثلا herbs يعني بعض الاعشاب نسلقهم ون مع الماء ونشربهم؟ no don't do that. ما ديرش هذه القضيه. اذا بطبيعه الحال فيما تشوف شي واحد اللي عيان شنو تقول ليه you should see a doctor. صافي، اذا حنا غادي نديرو دابا asking for advice or giving advice.